يوم. طيب علومك ايش رايكم في الشباب يوم جو رياليتي ولا نايمين؟ لا والله رياليتي والله نوم رياليتي بدون مثاليه بدون والله جيتكم تبري العلم كيفي عندك شيء ترى والله العظيم اني تمنيت انك موجود عشان اضرب بس انت عبد الله والله تمنيت اني موجود ها ايوه ما بعرف كيف هذا ردك مره هو ودي يخش معنا السجن ما عليك ما عليك خصم ما عليك انك تسجلني بس في استبعاد في استبعاد عادي خذ بعزه نفس الله يحييكم تحيا كيف الاجواء الله يسلم يقهرني يا رجال في السناب كيف الاجواء درجه الحراره عندهم ذكر يوم 17 ان شاء الله تبارك وحنا 143 حراره شمس فوق الصهر والضباب يجي يصور لي يقول شف شف عادي ما يمديني اروح له دوام والحمد لله على كل انا انقهر على استاجر شاليه ذاك لكن تجيني الشرف في السجن واعلمك لا انا ذا الحين والله بروح الحين الشاليه انا وش يبغى يقهرنا يقهرني بالجو وجهه يلمع ذا يروح شاليه يعني راح هلا والله قروب طيب تقهرني ليه؟ تقهرني ليه؟ وش حد قال لك تقهرني ليه؟ ها؟ ضربني صح؟ اي اوه ابو سلطان ابو سلطان بعد بزيد بزيد بعد احسب اني بتسابق انا ولد اسمع استبعاد والله عادي استبعاد اضرب مقدم كم ضربني واحد ما قلت انت صح تعتدي اسمع لا تعتدي على مقدم دفاع عن النفس طلع لا تعتدي على مقدم مقدم اعتدى علي نايم ثامن ترى الحين تعتدي على ضيف صح انت ما دقيقه تعتدي على ضيف تعتدي على ضيف دقيقه اسمع تعتدي على ضيف الضيف في حكم المضيف يعني عادي يدبجه ويضربه ما عنده مشكله ولمها على طول كذا ضيف يضرب عليه نعم اكرام الضيف ضربه نعم هذه عادات جديده عادات وتقاليد جبت العيد انا ها جبت العيد الحمد لله ما حد سمعني كلشت بس ايه كويس لا انت ما عندكم نظام يضحك عليه ولا كلش تدري ايش قال ايش قال اضرب الضيف الله يوفق عدوك حنبي في غدراء الحين ما سمع حن ما سمعنا لا بس حنبي غدراء ليه ما ادري ابغى اسال بس لا الحمد لله النور شغال شغلتك شيء في خاطري وش اللي في خاطرك اللي في خاطري طول عمر السلامه في خاطري شيء ما اعلم به الا الله يجعلني يصد وجهي واجلس الحال واجلس في السجن هذا ما قلت كم دقيقه على ذا كلامك كثير كم دقيقه والله على حسب سجلك لا لا كم دقيقه على الاقامه الاقامه كم والله ودي اروح اصلي ودي اخلص بقى كم ما ادري كم تعدل ترى ان شاء الله يصلي بعد ايش كتب لك 6 دقائق والله خايف بقى كم اعطوني العدد الصح هو له 6 دقائق اللي يجيب العدد مو بداخل السجن باقي يا طويل العمر السلامه كم اذن الساعه 3 باقي 10 دقائق 14 بقى كم 3:16 دقيقه اذن بقى كم على الاقامه تقريبا 6 دقائق او 7 دقائق 7 دقائق كم 6 دقائق 5 دقائق كم 5 دقائق 4 دقائق ترى اجابتك الاولى صح 10 دقائق انا جاوبت 10 قلت لا ها هي طيب قلت لا 5 دقائق ما في انا جاوبت الاجابه الاولى وانت شككتني في نفسي عودت رجعت انا ابي اخذ الاجابه الاولى بعدين اجيك انت خليك على اجابتك ما انت صامت طيب الاقرب لي ماشي يعني 10 دقائق لا انت كذا بتكون انسان ظالم بالحياه أنت ما عندك الكلمة دي ظني توك حافظها اسمعني أستاذ عون سم. أنا والله الصدق أقدرك قاعد أسمع وزيز تقول وش في كلام باثنين بين اثنين طال عمرك لا يتناجى اثنين دون الثالث لأن ذلك يحزن بس واحد ثلاثة ما فهمت شيء فأتوقع من تدخل في ما لا يعنيه يلقي ما لا يرضي الله يرحم والديه يلقى الله يلقى 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 الملقى أيوة اللي في شمال الرياض نعم اي صادق اسلم اسلم خلاص لا تكلم لي تكفى خليني اسلم معاك انا جاوبت اجابه صحيحه ما عاد لك اي اوه اوه ابشر والله بالعوض دوخت يا رجال ابشر بالعوض ابشر والله بالعوض اخ راسي نظاتي طبيه ولا اعطيك اياها دق على ابو سلطان دق على اسعاف دق على ابو سلطان ابو سلطان محمد انكسرت ابشر بالعوض تعال تعال مسويين جدد مستحيين وكذا ما في والله ما عندي مستحيين الصدق بس خلني اضبط احنا الحين نبغى نسوي حاجه بس بدي هل بتزين ولا ما تزين ايش هي؟ طالك دخل طيب تعال تعال
يلا الحين عبد الله علوم ما تعرفه قد طقت سبودنا قديش طقت سبودنا ضبطت ولا تبغون تضحكون معه تحسون خذنا من عند السوبر ماركت اللي هنا لا المحطه اللي الحمراء خلاص المحطه الحمراء تعال اقعد ما يعرفون هالعيال كان في شمس ذاك اليوم صح وين المحطه الحمراء دقيقه انا وين جاي لا لا غير لونها ذي ايش لونها بخير ابشرك الله لا يوفق الشيطان استظرف ضيف موضوع موضوع يا ضيف ما تستظرف بالله ينكرت يوم طلعت انا لا والله إيه؟ ليه اخ سياسة برنامج ادري انها سياسة برنامج ادري ادري عارف يمكن تخرج في اي وقت والله طلعت سواليف واجد يا ما بعد شفت شيء خلينا نروح السجن تحب تسولف خلينا نروح السجن ان شاء الله امورك طيبه طلعت كانك مكتوم لا انا فك الاربيل يبوي سولف يبوي حتي حتي يقول بقى 7 دقائق على الاقامه ريان يقول باقي 7 دقائق على الاقامه ايش لكن شوي ما انا رايح الحين وليد تراك ازعجتني قم وروح وضع انا واضح الحمد لله واضح صادف اجلس فاضي من يوم خلق من امس ترى الحمد لله والله اني مقدر ادري حتى ما نمت مواصل كذا مواصل الله عليك الله عليك الحقك والله قولها يلا بسرعه ايش؟ انت ترى كسرت اللون كسره ما لها داعي ما ادري ايش تبغى والله لا يوفق لا تضحك ايش فيك؟ لا تضحك لا تضحك ليه كان اللون واحد فجأة على طول في معامل المخدم باقي لي كسرة ثانية شوف الساعة حيوانات خضراء يا حياتي لا لا اقسم بالله والله اني احسبها فنانة فنانة والله العظيم والله عندي يا فنانة الله لا يوفقك يا اخي شوفني انا مطقم ها ما طلب رايك وكذا يعني خلك قصدي اشوفهم مطقمين ايش لا شو اسمه؟ الو؟ لا شو اسمه؟ لا الله يمنعنا من رخص السوالف. امين. والجوالات اللي تشتغل في البث. ورب تعال 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 وين وين؟ حبيبي روح اوضي وصلي. ما بعد وضيت؟ ها بسرعه بسرعه ريان ترى بقى 4 دقائق. اي والله بنوضي. قوم وضي. نروح المسجد. ولا خلنا نقضيها سوالف نص صلاتك انا بعد وضيت من الكتاب الموقوت قم بوضي قم يا ولد يا ولد انا بقوم قم لا قم انت يا ابوي على كيفك هو انا بقوم اوضي شوف من 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 شخصي انا يستنك يخليك تصلي يحثك على الله ينصرنا الله ينصرنا اكثر اكثر يلا قم انت يلا اقوم يا هذول هذا الأدمي اللي تعال هنا 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 ولا أجيك أنا ولا تجيني بنروح الأذان الأذان بنروح المسجد وبنصلي وبعد المسجد تجوني هناك في السجن إن شاء الله.